إذاعة صوت العرب من أمريكا تقدم لكم. رمضان شهر العطاء من تقديم الشيخ شادي صازر. رمضان شهر العطاء برعاية منظمة رحمة الإغاثية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جعل الله تبارك وتعالى عطاء الجنة عطاء بلا حدود، فقال تعالى عطاء غير مجذوذ، أي لا يرتد هذا العطاء ولا ينفذ ولا ينتهي، بل هو عطاء ممتد إلى أبد الآبدين. في زيارة المريض عطاء، في مسح دموع الثكالى عطاء، في أن تكون على مستوى رفيع من إحساس رفيه، هذا الإحساس يستشعر بحاجات الناس، هذا عطاء. أن تقصد إنسانا من أجل أن تواسيه أو تعزيه، هذا عطاء. فحياة العظماء في هذه الدنيا كلها عطاء، حياة من جاءوا إلى هذه الدنيا وأكرموا إنسانيتهم بأن خلدوا آثارا تذكر إلى قيام الساعة لمجرد العطاء، فهو عطاء بلا حدود. هذا العطاء لا يجعلك تتعب، هذا العطاء لا يجعلك تمل، هذا العطاء يجعل حياتك في نعيم دائم، هذا العطاء ينعكس على بيتك في سعادة دائمة، هذا العطاء يجعلك في رفاه منقطع النظير. كل هذه المعاني تكون في يدك أنت أيها الإنسان. إذا آثرت نفسك فهذا محض حزن في حياة الإنسان، أما إذا آثرت غيرك فهذا محض فضل وسعادة تتذوق لذتها حتى تكون من الذين يعطون بلا حدود. هي رحمة بلا حدود، وهو عطاء بلا حد، لا ينتهي بزمن وغير مقيد بمدح أو ثناء أو شكر. فأنت تعطي لأن عطاءك بلا حدود، لأنك ترنو أن تبني حياتك على المنح والعطاء. فكل إنسان استشعر هذه المعاني سعد في الدنيا وسعد في الآخرة. نحن في شهر رمضان، فرصة واسعة لهذا العطاء الذي لا يمكن أن يحده تاريخ أو زمن، بل هو عطاء سرمدي أبدي، لو انقطعت حياة الإنسان امتد ذكر هذا العطاء بعد وفاته. فكن أنت ممن يسعون لأن ينالوا هذه الفرصة وأن يستشعروا بشعور الآخرين، فتكون أيديهم مفتوحة وتكون قلوبهم مفتوحة ويسعدون في صدورهم بغاية العطاء الذي لا يحده نهاية ولا حد. إذن هو عطاء بلا حدود. رمضان شهر العطاء من تقديم الشيخ شادي صازر. رمضان شهر العطاء برعاية منظمة رحمة الإغاثية.